بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. النهاردة هعمل كرات لحم بالجبنة الموتزاريلا في الفرن. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا طماطماية مقطعها قطع صغيرة بدون قلب، وفلفل أخضر مقطعه صغير برضو، وبصل مبشور وعليه 4 فصوص ثوم، معلقة جزر مبشور، وثلاث معالق بقدونس. هحط كل ده على اللحمة، كمون وكزبرة وبابريكا وفلفل اسود وملح وبهارات كفتة ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة توم باودر. هحطهم واحط 3 بقسماط وهدعك بقى الخليط ده كويس قوي مع بعض. ودمجت المكونات كلها، لحمه مفرومه مع الطماطم مع الفلفل مع البقدونس مع البهارات مع البقسماط، وبقى بالشكل ده هبتدي اعمل كرات كده. واحطها، انا حاطه فلفل على فطر على بصل مقطع، وحطيت عليهم معلقه زيت زيتون. احطها بالشكل ده. عملت الكفته بعد ما حطيتها، دوست عليها بصباعي كده، عملت حفره صغيره، واحط فيها في كل واحده جبنه موتزاريلا. وحشيتها جبنه خلاص، وبعد كده هحطها في الفرن على درجه حراره 180. وخلصت كرات اللحمه بالجبنه الموتزاريلا، ريحتها حلوه قوي وشكلها كده جميل. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم وتعملوها.